طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا في ذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور بالاعتراف بالخطأ التاريخي الذي شكله هذا الإعلان تجاه الشعب الفلسطيني. وقال عباس إن وعد بلفور ليس مناسبة للاحتفال، داعيا الحكومة البريطانية إلى اغتنام الفرصة وتقوم بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف عباس أن الفلسطينيين قدموا العديد من التنازلات المؤلمة من أجل السلام، بدءا بقبول قيام دولة فلسطينية على 22% فقط من الوطن التاريخي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن حل دولتين بات تحقيقه مستحيلا مع مرور الوقت.